وفي العاصمة السويدية ستوكهولم شارك أبناء الجالية المصرية بكثافة في الانتخابات لليوم الثاني على التوالي. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورا لعدد من المصريين أثناء عملية التصويت. وعبر أبناء الجالية عن فرحتهم برفع شعارات وغناء أناشيد وطنية خلال عملية الاقتراع.